ورجعنا لكم مره ثانيه. خلينا بقى نقول لكم فقراتنا اللي هنبداها معاكم النهارده مع الاستاذ شادي البيري الخبير السياحي، واللي هنتكلم معاه النهارده عن المتحف المصري الكبير اللي كلنا منتظرين افتتاحه على نار، وقد ايه الافتتاح ده هيكون له مردود وتاثير كبير على السياحه في مصر وجذب السياح. اما فقرتنا الثانيه فهتكون معانا فيها الاستاذه نادين جاد خبيره الاتيكيت، واللي هنتكلم معاها عن موضوع مهم جدا. مين فينا ما راحش عزومه وابنه بوظ له الدنيا او عمل موقف خلاه في نص هدومه؟ يا ترى ايه اللي بيعملوه الولاد عشان يخلونا يعني مكسوفين؟ ازاي نتعامل مع الاوضاع دي؟ وايه الاتيكيت هنا بيقول ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا النهارده في الفقره الثانيه، فقره مهمه لكل الامهات انتظروها. دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف ايه ابرز الترندز اللي موجوده على السوشيال ميديا ونرجع لكم مره ثانيه. طيب، عدد كبير من الناس بيكونوا مهتمين ان هم ياخدوا فيتامينز من مصادر طبيعيه بدل ان هم ياخدوا ادويه او حقن او تابلتس او ايا كان، لان بالتاكيد اكيد الحاجات دي بتاثر بشكل سلبي على صحه الانسان. وطبعا الخضار والفاكهه في مقدمه المصادر الطبيعيه الغنيه بالفيتامينز المهمه لجسمنا زي فيتامين سي، حمض الفوليك، حاجات كتيره قوي. يا ترى ايه اكتر الفواكه والخضروات الغنيه بالفيتامينات دي واللي لازم تكون موجوده على سفرتنا اليوميه؟ وكمان كبار السن ايه الفواكه والخضروات المناسبه ليهم وفي نفس الوقت ما فيش ضرر منها على صحتهم؟ ده اللي هنعرفه من دكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الورد يا دكتور. يا صباح النور. صباح الفل على حضرتك. معلش انا صوتي يعني يمكن بعيد شويه. اوكي. انا متواجد بس في شرم الشيخ في موضوع خاص كده بالسياحه. ولا يهمك خالص، ولا يهمك خالص. احنا عايزين بقى نتكلم مع حضرتك عن موضوع الفيتامينز ده، لان الموضوع ده شائك جدا. كلنا بيبقى عندنا دايما الهاجس بتاع اخد فيتامينات ولا ممكن تضرني؟ طب لو اخدت فيتامينز ممكن زيادتها ازود فيتامين دي جدا، ازود الحديد جدا فاضر؟ فقول لنا ايه سياسه الفيتامينز، وهل ناخد فعلا فيتامينات عن طريق الادويه ولا خلينا مع الخضار والفاكهه بس كفايه؟ تمام. بصي، هو في الفترة الأخيرة طبعا في هجمة شرسة من كمية الفيتامينات والأنواع اللي بتنزل الماركت المصري، وبيعتبرها معظم الناس إن هي ملهاش أي أضرار جانبية وممكن ناخدها بأي كمية ومش مهم إن احنا نستشير طبيب. ويمكن برضو بعض المدارس الطبية بتشجع إن الناس تاخد فيتامينات لمدة طويلة، لكن مؤخرا ثبت ان الفيتامين ده زيه زي اي علاج في الدنيا. دواء لازم نرجع للدكتور الاول قبل ما ناخده. بالظبط. ده اول على حسب اللي بيكون ناقص عندنا. اوكي. يعني ما ينفعش حد يكون عنده الحديد في جسمه مظبوط واديله فيتامينات فيها حديد. لكن الطبيعي ما لو لقيت عنده نقص في الحديد، وده بتحليل طبعا، فبديله الكميه كمان اللي تعوض النقص ده، يعني مش اي كميه مفتوحه. اوكي. زي ما اتفضلتي مثلا فيتامين جيم، كل الناس بتاخد منه بكميات كبيره على اساس ان هو بيحسن المناعه والمقاومه،
وللاسف بياخدوه من فيتامينات، يعني من ادويه، وهو فيتامين ج في حد ذاته لو زاد عن الحد المطلوب ممكن يعمل تجلط في الدم يعني، ويعمل بعد كده سموم تزيد في الكبد، يعني ممكن يصل لمرحله التجلط في الدم. يعني حضرتك قول لنا كده ايه الاعراض الجانبيه عشان الناس بس اللي بتسمعنا تبقى عارفه ان الموضوع خطير، مش هزار، مش باخد فيتامين وخلاص يعني. بالظبط، يعني مثلا نقول فيتامين الف لو زاد عن الكميه المطلوبه بيجيب الام وصداع غير عاديه، صداع شديد جدا ولازم ينخفض في الدم عشان الصداع يروح. فيتامين دال احنا الفتره الاخرانيه طبعا كل الناس يقول لك عندي نقص فيتامين دال، صحيح، من بعد كمان الكورونا والحاجات دي. بالظبط، بس لو فيتامين دال زاد عن المعدل المطلوب بيبتدي يعمل تكلس في الكلى ويعمل حصوات في الكلى وممكن يؤدي الى فشل في الكلى، على الرغم ان هو مهم جدا فيتامين دال، صحيح، لكن كتره ممكن يعمل كده. فيتامين ج زي ما قلنا او فيتامين سي يعني برضه كتره ممكن يعمل تجلط في الدم. فيتامين كاف نفس القصه. فيتامين ب حتى لو زاد عن الكميات المطلوبه بيبتدي يتحول لمواد بتتخزن في الكبد، وده بيعتبر مواد سميه للكبد. ده بخلاف بقى الكبسولات نفسها بتاعه الادويه بالذات الفيتامينات كترها بيبتدي برضه يتخزن في الكبد عشان يقدر يتخلص منها، فلو الكميه كبيره بيبتدي يحصل ان حتى وظائف الكبد بتعلى. شفنا ناس كتيره جدا وظائف الكبد عندهم عاليه وعملوا كل التحاليل والاشعاعات وكل حاجه مفيش مشكله، غير طلع ان بياخد فيتامين بقاله سنه باستمرار. يعني افهم من كلام حضرتك كده يا دكتور بهاء ان حضرتك بتقول ان احنا نكتفي بنظام غذائي صحي وسليم وبلاش ناخد فيتامينز؟ بالظبط، اللي ما عندوش نقص واضح في الفيتامين نتيجه تحليل بنعتمد على الاكل الصحي اللي هو الخضروات بكميات كبيره. طب قول لنا يا دكتور يعني ايه الحاجات اللي ناخدها مثلا تزود لنا فيتامين دي وتزود لنا فيتامين ج، يعني قول لنا الحاجات اللي المفروض نركز عليها بدل ما ناخد ادويه، ناكل ايه بالظبط ده لازم يكون زي ما كنت بقول في الانترو يكون موجود على سفرتنا كل يوم؟ مظبوط، وكمان الجسم ذكي بيقدر ياخد اللي هو عايزه من الاغذيه غير اللي ما بياخده من الفيتامينات. يعني مثلا نقول فيتامين الف موجود في الخضروات الملونه زي الجزر والفلفل الالوان. فيتامين ب موجود في كل انواع الخضروات، لكن ب 12 بالذات لازم يكون موجود في البروتين الحيواني، مش بكميات كبيره بس لازم يكون موجود ب 12. اي نوع ولا كل الانواع؟ فيتامين ب 12 هو اعلى حاجه موجود في اللحمه والكبده، لكن برضه موجود في الفراخ والارانب وكل حاجه. أوكي. لكن موجود بنسبه عاليه في اللحمه والكبده. اوكي. الحديد الحديد موجود في الخضروات الداكنه، احنا قلنا فيتامين ا في الملونه، ده في الخضروات الداكنه اللي هي زي السبانخ والخرشوف والبروكلي. بيقولوا الفلفل الملون مليان حديد والكريز كمان، هل ده صحيح ولا؟ هم فيهم نسبه حديد، بس الحديد اكتر في الخضروات الداكنه. يعني أوكي. تخلي البتنجان الاسود ده في اعلى نسبه حديد في كل الخضار، بس أوكي. مش لازم ناكله محشي يعني عشان السمنه، لكن ممكن يتعمل بطرق ثانيه كتير يعني. ولو محشي الحديد راح مننا ولا ممكن ناكل محشي عادي؟ هو الحديد مش بقى الكلام ده يا دكتور، الدهون اللي هتضرب. اوكي، ما احنا هنلم حاجه هتضرب معروفه. طيب يعني احنا كمان البتنجان من الحاجات المهمه جدا وغنيه بالحديد. مظبوط. الفواكه بقى طبعا دي مصدر الاساسي لفيتامين ج. اوكي، يبتدي بالليمون ونبتدي نطلع بقى لفوق الكيوي والموالح كلها، دلوقتي احنا موسم البرتقال والاستفندي والكلام ده. في فيتامين سي بقى، وفيتامين ج لو فيتامين سي، والجوافه طبعا كل ده فيتامين سي سواء بقى شربناها او اكلناها. لكن انا عندي ملحوظه ان اكل الفواكه افيد من شربها، لان الالياف اللي موجوده في الفاكهه الفيتامين سي اكتر كمان. نعم، بيقال ان الفيتامينز او فايده الحاجه بتبقى في قشورها اكتر واليافها. طبعا لما بتفرتش بتبقى افيد، والالياف اللي موجوده في الفاكهه بتقلل لي شويه امتصاص السكريات اللي في الفاكهه. أوكي. فانا كده بقدر اخد الفايده بتاعتها من فيتامينات وبتخلص من جزء كبير من السكر، فيبقى الناس اللي عندها مرض السكر مثلا ممكن ياكلوا فاكهه بس ما يشربوش عصير. اوكي،
حلو ده. نشكرك جدا دكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية. زي ما الدكتور قال يا جماعة، نهتم بنظامنا الغذائي يكون صحي، تكون سفرتنا دايما عليها خضار وفاكهة، ونحاول على قد ما نقدر نبعد عن التابلتس والأدوية والحقن، الحاجات الفيتامينز دي كلها لازم دكتور عشان نعرف ايه اللي ناقص عندنا بالظبط وما نزودش حاجة عن حدها. طيب خلونا دلوقتي نقول لكم عن خبر مهم جدا من وزارة الصحة والسكان. أعلنت عن توفير خط ساخن رقمه 16474 16474 لتقديم الدعم اللازم لمرضى الصبحة الصدرية لإنقاذ طبعا حياتهم. الوزارة قالت إن الخط ده مهمته توفير أماكن بالرعايات الحرجة والحضانات بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وإن هيكون حلقة الوصل فيه توفير الخدمات الطارئة، بالتالي طبعا إرسال سيارة إسعاف مجهزة للمريض في مكان تواجده. الخط الساخن ده جه طبعا بعد حديث من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اللي أكد أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بتطوير منظومة الرعايات العاجلة والطوارئ كمان لتيسير حصول المريض على الخدمة، وأن ده تعاون متميز بيستهدف دعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية وفقا طبعا لنظام ذكي ومميكن بيضمن سرعة توفير سراير الرعايات وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقا طبعا للحالة الصحية وخطورتها والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مهم جدا، وتعاون هدفه نشر التوعية الصحية بأعراض الذبحة الصدرية ونوبات القلب وطرق تجنب الإصابة بالأمراض القلبية، وكمان سبل التعامل مع الحالات الحرجة لمريض اشتباه الذبحة الصدرية والأعراض المتعلقة كمان بأمراض القلب والشرايين. كل ده كمان من خلال إطلاق حملة توعية شعارها في كل ثانية حياة، دي ضمن المشروع القومي لمنظومة الرعايات والحضانات والطوارئ بإشراف الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة. مجهود عظيم، مجهود يحترم جدا جدا جدا. طيب خلونا بقى نروح دلوقتي نطمن على درجات الحرارة ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، واحنا في بداية السنة الجديدة بقى في عدد كبير من الناس بيكونوا مهتمين بالظواهر الفلكية، وشهر يناير هيكون عامة عامر بعدد كبير جدا من الظواهر دي اللي الناس هيستمتعوا بيها طول الشهر. يا ترى ايه أبرز الظواهر دي وايه أكثرها جمالا وايه اللي هيكون منها واضح بالعين المجردة؟ ده اللي هنعرفه من دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك ويوم سعيد، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير، سنة جديدة وأعياد الميلاد، يا رب تكون سعيدة على الجميع يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. الأول أنا بقول الجيوفيزيقية صح ولا قلتها غلط؟ لا صح يا فندم، هي كلمة صعبة شوية في نطقها لكن حضرتك نطقتيها صح. طب الحمد لله. طب يا دكتور قول لنا بقى إيه أبرز الظواهر الفلكية اللي هنشوفها الشهر ده إن شاء الله؟ خلينا نقول بشكل عام، طبعا نوضح ان الظواهر الفلكيه اللي بتشاف فصل الشتاء مختلفه تماما عن فصل الصيف. وفصل الصيف نتيجه نبدا بقى يعني الناس في اجازات والليل بتاع الصيف طويل والسماء صافيه ما فيش غيوم، بقى في استمتاع اكتر منها عن وقت الشتاء. الشتاء السحب موجوده والغيوم والامطار والبرد اللي بتخلي ناس كتير اصلا ما تخرجش بالليل تشوف الظواهر الفلكيه. لكن شهر يناير عندنا من الشهور المتميزه، اولا
ارتباطه ببدايه السنه والاعياد والناس برضو بتسافر وكده. اوكي. لكن عندنا من الظواهر الجميله جدا في الشهر ده، اولا هو في 9 اقترانات، وعندنا زخة شهب من الزخات شهب الفريده اللي هي الرباعيه. عندنا 9 اقترانات في شهر واحد. في 9 اقترانات شهر يناير ده بس. اوكي. وزي ما بقول لحضرتك زخة شهب الرباعيات دي من الزخات المتميزه. اللي هتكون المفروض ذروتها النهارده وبكره. ويمكن عشان في الشتاء والقمر كمان في طور التربيع الاول، فالسماء لحد ما مش مضيئه قوي، فتبقى فرصه الاستمتاع بيها اكتر. يعني ايه اللي احنا هنشوفه النهارده وبكره يا دكتور؟ احنا عارفين الشهب دي اجسام مضيئه كده بتسقط من السماء، دي عباره عن غبار واتربه كونيه، وبرده ما لهاش اي تاثير سلبي على الارض. في الاوقات العاديه ممكن نشوف شهاب 2 3 وهكذا، لكن لما في زخات بيكون عندنا مجموعات مع بعضها زي زخات المطر كده. فزخات الرباعيات دي متوسط 40 شهاب في الساعه. أوكي. دي حاجه كويسه جدا. ده النهارده وبكره الكلام ده، حلو قوي. بالظبط كده. دي الذروه بتاعتها، لكن قبل كده وبعد كده بتبقى موجوده بس بعدات قليله. أوكي. النهارده برده هيكون معانا اقتران للقمر مع المريخ، واحنا عارفين المريخ يعني الكوكب الاحمر اللي واخد يعني زخم اعلامي وبرامج فضائيه لاكتشافه، وجود ميه عليه يصلح للحياه الادميه من عدمه، فمهم جدا ان احنا برده نتابعه مع القمر. ودايما كده لما بيبقى القمر مش بدر وفي اي كوكب او اقتران معاه، دايما واحنا كنا صغيرين كده القمر والنجمه او النجمه والهلال. فطبعا بغض النظر عن مسمى النجمه ايه. أوكي. لكن القمر والمريخ ده اقتران ليهم النهارده. احنا عندنا برضو يوم 7 و8 هيكون اقتران للقمر وغولوكس، ده من برج الجوزاء او أوكي. التوأمان. وبالمناسبه برضو يعني خلينا مع بدايه سنه، وفي ناس كثيره بتبقى برضو منتظره الابراج والطالع. انا باكد للناس الكلام ده ملوش اساس بعلم صحيح. الفلك وما تنسقوش وراه قوي، لانه يعني نوع من ال ملوش اساس من الصحه قوي يعني، مش عايزين نقول كده بس كدا. يعني بالظبط كده. اوكي. يوم 8 و9 يناير هيبقى برضو اقتران للقمر مع الحشد النجمي في خليه النحل. برضو الحشد النجمي معناه ان انا ما عنديش نجم واحد، لا ده مجموعه نجوم مع بعضها طبعا بعيد عننا ملايين السنوات الضوئيه. فبيظهروا كانهم جسم مضيء كده، لكن فلكيا احنا بنسميه الحشد النجمي. ده موجود في برج السرطان وهيبقى اقتران يوم 8 و9 مع القمر. هنشوف ايه بقى في الحشد النجمي ده؟ هنشوف النجوم عددها اكتر مثلا؟ لا لا، الحشد النجمي اللي هو بتاع خليه السرطان او برج السرطان اللي موجودين دول مع القمر بيكونوا مقترنين مع بعض، بنشوفهم ظاهريا كانهم قريبين من بعض، او احيانا بيكونوا متداخلين مع بعض. ده فكره الاقتران. لكن طبعا المسافه الزمنيه والمكانيه ما بين القمر وما بينهم يعني ملايين السنين ضوئيه. طب دكتور جاد، بما ان حضرتك قلت الهلال والنجمه والحاجات اللذيذه دي، كان عندي سؤال فضولي جدا، عايزه اعرف ليه دايما بيتقال ان الرجال من المريخ والنساء من كوكب الزهر؟ ما احنا قلنا دي حاجات من الابراج والتنجيم اللي ملهاش علاقه بس. يعني الكلام ده ملوش اي علاقه باي حاجه؟ لا لا لا، يمكن زي ما متعرف عليه طبع الرجال فيه الخشونه وكده، المريخ كوكب احمر صخري مازال لم يثبت بدليل قاطع وجود ميه عليه من عدمه. أوكي. غير بقى لما يبقى حاجه تانية زي الزهره كوكب جمال وبتاعه، ده دايما بيرتبط بالعنصر النسائي، وده الفرق بين العنصر الرجالي والعنصر الحريمي. يعني بالسنس كده، لكن الموضوع علميا ملوش أي اساس من الصحه. نشكرك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه. هنشوف الشهر ده ان شاء الله ظواهر طبيعيه جميله جدا جدا. خلونا بقى نروح لخبر تاني، وهو اعلان وزاره التضامن الاجتماعي عن انخفاض نسبه تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات واتوبيسات المدارس والكلام ده كله 6%. طبعا النسبه دي انخفضت كتير جدا على مدار الشهور اللي فاتت بسبب الحملات والحملات التوعويه والرقابه اللي بتتم على سواقين الاتوبيسات دي خلال الفتره الاخيره. نسبه التعاطي دي كمان جت بسبب الكشف على 14,000 سائق خلال العام الدراسي الاخير في عدد كبير من المحافظات المختلفه. طبعا الوزاره اكدت ان اي حد بيثبت تعاطيه للمخدرات دي بيتم احالته للنيابه العامه بتهمه القياده تحت تاثير المخدر.
تفاصيل حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس والجهود اللي قام بيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هنعرفها من دكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الورد على حضرتك. كلمنا أكتر عن الحملات دي، وأنا كأم يعني بسعد جدا لما بسمع الكلام ده الحقيقة. زي ما حضرتك شايفه كده يا فندم، بالفعل وكما اعلنت معالي وزيره التضامن رئيس مجلس اداره الصندوق ان تم خفض انخفضت نسبه التعاطي ما بين سائقي الحافلات الى اقل من 0.5%، يعني احنا بنتكلم في 6 من 10، يعني حاجه بسيطه جدا جدا، وبعد ما كانت 12% في 2017، وكان من جراء ال 12% لو تفتكر سيادتك معانا الحوادث الرهيبه اللي كانت بتحدث مع اولادنا وطلابنا اثناء اقلالهم الى المدارس بشكل كبير جدا. الحقيقه ان احنا كصندوق مكافحه وعلاج الادمان وبناء على توجيهات الدكتور عمرو عثمان بتكثيف الحملات خلال العام بشكل كامل ومستمر على جميع سائقي الحافلات الدراسيه والمدرسيه، وكمان سائقي الحافلات اللي هي الخاصه بالمعاهد العليا والمعاهد المتوسطه والمعاهد الخاصه وايضا بعض الجامعات الخاصه. الحقيقه ال 14,000 احنا نزلنا لهم بشكل مفاجئ، ودي كانت الحاجه المهمه جدا ان احنا عنصر المفاجاه يكون دائما هو الرادع في خفض هذه النسبه بشكل كبير جدا. علشان كده توجهنا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان ان احنا مش بس ان احنا نسعى للكشف المبكر، ولكن ايضا في جانب اخر اسمه جانب العلاج، واللي من خلاله كنا دايما بنوعي الناس وبنوعي السائقين وبننزل بحملات مستقله علشان نقول لهم اللي عنده مشكله يجي يتقدم للعلاج قبل ما يجي عليه الدور في ان هو يتعمل له تحليل المخدرات ويتم فصله ويتم ايقافه. وطبعا ده يا دكتور بيكون في سريه تامه يعني. طبعا طبعا ده في سريه تامه، وعايز اقول لحضرتك انت قلت جزئيه مهمه جدا، انا كأم مبسوطه ان حاجه زي كده حصلت. احنا جداً. بالفعل اتفضلي. جدا طبعا، لان انا بشوف الحاجات دي، بشوف كتير على السوشيال ميديا ناس بيصوروا اتوبيسات بتجري بطريقه مش طبيعيه، ويعني اكيد اي شخص مش تحت تاثير مخدر مش هيسلك السلوك ده ابدا، يعني بنشوف حاجات غريبه بتحصل بالذات على الطرق السريعه والكلام ده كله، فاكيد السواقين دول اكيد بيتعاطوا حاجه، يعني فاني اشوف الكلام ده دي حاجه تطمن قلبي يعني زي ما بيقولوا. ده صحيح يا فندم، واحنا عشان كده برضو عملنا من ضمن خدمات الخط الساخن 16023 ان اي ام أو أب بيشك إن السواق ده متعاطي أو عنده علامات تظهر بعض التعاطي عليه، أو زي ما حضرتك تفضلت كده إن هو بيسوق بسرعة جنونية، بيرتكب أفعال مش مظبوطة، بيتكلم بأسلوب مش كويس، على طول يبادر بالاتصال على الخط الساخن ويقول لنا أنا بشك إن السواق اللي بيقل ابني أو اللي بيصطحب ابني للمدرسة عنده علامات تعاطي. يعني ده الطريق الأسهل، بدل ما نقعد بس نصور فيديوهات إحنا ممكن كمان نتصل على الخط الساخن ونبلغ على طول برقم اللوحات مثلا أو حاجة. هو ده الحاجة الأساسية ودي الحاجة الفاعلة أو اللي بتجيب نتيجة إيجابية. يعني أنا النهاردة ممكن ما أشوفش الفيديو اللي موجود على السوشيال ميديا أنا كمسؤول مثلا يعني، ولكن النهاردة بالاتصال من الأم أو الأب للخط الساخن على طول بيديني معلومة ببتدي اتحرك عليها على طول، في خلال اقل من 2 3 بكون نازل بحمله مكثفه، بحمله مفاجاه على المدرسه كلها بالكامل، مش بنزل بقى على السواق ده او على المكان ده، لا انا باخد كل السواقين وكل العمال اللي موجودين في المكان بالكامل عشان في الاخر اكون مطمئن واطمن الاهالي والاباء ان لا ان المدرسه ديت امنه. وعلى فكره بقت في حاجات ايجابيه النهارده عندنا بنشوفها. صحيح. من المدارس نفسها ان هم بيطلبونا تعالوا لو سمحتوا اعملوا تحاليل للمخدرات بشكل مفاجئ، تعالوا لو سمحتوا اعملوا معانا تحاليل. بيطمنوا يعني على السواقين بتوعهم. طب خلينا نروح من الحملات للكشف، الحملات التوعيه يا فندم، انتوا عاملين مجهود كبير جدا وحملات بيقودها مجموعه كبيره من النجوم الفترات الاخيره زي حمله محمد رمضان، كذا كذا حمله من الحملات يعني، فكلمني عن تاثير ده، هل شفتوا بعد الحملات دي تغير واضح وصريح؟ طبعا يا فندم، مجموعه الحملات الاعلانيه اللي قام بها صندوق مكافحه وعلاج ادمان بقياده الكابتن الكبير محمد صلاح، والحقيقه ان محمد صلاح احد متطوعي صندوق مكافحه وعلاج الادمان، والحمله بتاعتنا انت اقوى من المخدرات احدثت تاثيرا محليا وعالميا بشكل كبير جدا. صحيح. يعني لما اقول لحضرتك ان زادت اضعاف او زادت نسبه الاتصال على الخط الساخن 4 أضعاف، ده كان حاجه مهمه جدا جدا. ان يجي لنا السنه دي ما يقرب من 170,000 مريض ما بين مريض
وما بين متابع بشكل مستمر، ده حاجه برضو احنا شايفينها. يعني بعد حمله محمد صلاح يا فندم، الارقام الكتيره اللي اتصلوا بحضراتكم دول، اعمارهم الفئه العمريه تقريبا، عندي فضول اعرف يعني الحمله دي اثرت على الشباب بشكل اكتر صح؟ بالظبط كده، يعني كانت مؤثره وكانت جاذبه للشباب بشكل قوي جدا جدا، وكانت الاعمار بتتراوح ما بين 15 ل 30 35 سنه، اللي هو من 15 يعني سنه في 15 سنه فيما فوق يعني، ولكن دي طبعا دي فتره مهمه جدا، فتره الازدهار وفتره النمو وفتره العقلانيه. صحيح. فكون ان يتضرب ولادنا في العمر ده بشكل كبير من المخدرات، طبعا ده كان شيء مؤسف جدا. علشان كده كان توجهنا في الحملات ان احنا دايما نختار سفراء لينا يمثلونا بشكل قوي بشكل كبير، ويكونوا قدوه للشباب بشكل زي طبعا كابتننا الكبير محمد صلاح. طبعاً عندنا كمان فيلم وثائقي ممتع جدا، ان شاء الله هننزل بيه المدارس بتاعتنا في الترم اللي جاي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، تحت مسمى فيلم 4 في 6، بطوله الفنانه سوسن بدر والفنان محمود عبد المغني، والحقيقه ان هم برضه متطوعين لدى الصندوق، مقدمين منتج عمل من 9 دقائق بيجسد رحله المعاناه اللي بيقوم بيها مريض الادمان لحد ما بيوصل للعلاج. فدي كلها طبعا زمايلك عارفه طبعا الفن والاعلام له دور كبير جدا طبعا في التاثير القوي جدا ووصول المعلومه بشكل صحيح لابنائنا واسرنا في البيوت بتاعتنا. ونشكرك جدا دكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق ومكافحه علاج الادمان، يعني بنشكركم على المجهود العظيم ده. طيب خلونا نروح دلوقتي لخبر جميل جدا الحقيقه، انا نفسي لما شفته اتبسطت جدا. ام كلثوم في مجله امريكيه عظيمه ورائده رولينج ستونر اختارت قائمه باعظم 200 مغني في التاريخ، وتصدرت فيها المطربه المصريه الراحله ام كلثوم المركز ال61، وتخطت عدد من الفنانين سواء الفنانين الجدد او حتى القدام. مجلة قالت أنه لا يوجد مثيل لأم كلثوم في الغرب، وكمان ما زالت لحد النهاردة صوت الوحدة العربية. صباح الورد عليكم مرة تانية. طيب النهاردة هنتكلم عن المتحف المصري الكبير وأهميته وتأثيره على السياحة، كمان هنتكلم عن فكرة تصميم المتحف وعن أهم القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف. أسئلة كتيرة قوي هنعرف إجابتها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الخبير السياحي وعضو نقابة السياحيين شادي البيلي. البيلي صح؟ تمام. عندي مشكلة مع الأسماء النهاردة. تمام كده صح. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله والله منورنا النهاردة. خلينا في البداية كده نتكلم عن المتحف المصري الكبير. والله المتحف المصري الكبير يمكن واحد من اهم الاحداث السياحيه والاثريه طبعا العالميه اللي احنا بننتظرها وبنترقبها في مصر منذ سنوات طويله طبعا، يعني من اول ما يعني تم فكره انشائه، ومن اول ما يعني دخل في مراحل الانشاء المختلفه اللي تم بيها، واحنا يعني منتظرينه بفارغ الصبر، لان ده هو يعني حدث استثنائي وعالمي بجد. يمكن كل الاحداث السياحيه او الاثريه اللي حصلت في مصر يمكن يعني حاجه، والمتحف المصري الكبير هو حاجه تانية خالص، لان نظرا طبعا لاهميته ونظرا طبعا للتصميم والمجوهرات او يعني اللي احنا بنسميها الكنوز الخالده اللي هتضم او هتكون في المتحف، طبعا يمكن في اثار بتعرض لاول مره،
هتم عرضها في المتحف، يمكن كمان فكره تصميم المتحف. طب ايه اشهر القطع اللي اول مره هتتعرض؟ يمكن مجموعه طبعا الملك توت عنخ امون، يمكن اللي كانت معروضه قبل كده في المتحف او في متحف التحرير، ما كانتش المجموعه بالكامل طبعا نظرا لضخامه عدد القطع الاثريه للملك توت عنخ امون. فطبعا المجموعه دي هتم عرضها بالكامل، تعرض طبعا لاول مره في المتحف المصري الكبير. يمكن ناس متشوقه طبعا ان هي تشوف المجموعه دي لاول مره. صحيح. طبعا هنتكلم بقى كمان مش على الملك توت عنخ امون، هنتكلم على العديد من الاثار اللي ما كانتش متاحه طبعا لنظرا للعدد بتاعها ان هي تعرض في المتحف المصري بالتحرير، فيتم عرضها بالمتحف المصري الكبير. ويمكن ده كان من ضمن الافكار انشاؤه ان هو يبقى مساحته كبيره، وعشان طبعا يعني يقدر يستوعب كميه الاثار الموجوده في مصر في الوقت الحالي. طبعا الاكتشافات اللي احنا بنشوفها يمكن خلال السنوات الماضيه كنا بنشوف اكتشاف العديد من التوابيت او من القطع الاثريه، فيمكن دايما كانت يعني ما كانش بيكون في يعني المتحف المصري في التحرير ما كانش يقدر يستوعب هذه الاثار او القطع. فطبعا يمكن المتحف المصري الكبير هيكون من ضمن المزايا بتاعته او يعني البريق او الحاجه الحصريه اللي بتكون ليه ان هو هيكون في اثار بتعرض لاول مره. علشان كده جميع انظار العالم بتتجه للمتحف المصري الكبير علشان يشوفوا يعني دايما مصر بتقدم جديد، ودايما الاثار بتاعتنا الحمد لله ما بتخلصش ودايما عندنا جديد. فيمكن المتحف المصري هيكون ليه بريق وشكل يعني. طب احنا خاصي. عايزين نعرف بقى يعني احنا عايزين نعرف الخبايا ايه بقى، الطابع المختلف ايه، فكره انشائه ايه اللي هنشوفه، يعني قول لنا بقى قبل ما نشوفه عايزين نعرف. يمكن المتحف المصري ده يعني هيكون طبعا هيغير فكره او مصطلح المتحف المصري حول العالم. يمكن احنا تعودنا ان المتحف المصري او المتحف بشكل عام متحف الاثار بيكون عباره عن بيعرض قطع اثريه او يعني حاجات خاصه بالاثار بس. يمكن المتحف المصري الكبير هيكون هو هيكسر القاعده دي، لان هو هيكون في انشطه مختلفه مش بس ان هو بيعرض الاثار. يمكن المتحف المصري الكبير هيكون يمكن اول متحف اخضر في العالم وصديق للبيئه. هنتكلم على في ممشى سياحي هيكون موجود فيه، وفي متنزهات خضراء وحدائق، ويمكن دي اول مره نشوفها في متحف. فطبعا فكره ان هو يكون اول متحف اخضر في العالم او صديق للبيئه. بنعرض كمان معانا بالظبط. ده المتحف من جوه. فيمكن كمان تصميم المتحف يعني 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 الفكره بتاعته جت من شكل الاهرامات. طبعا المتحف المصري الكبير هو موجود فيه. ناس ثانيه هتقول لك قريب بقى من متحف اللوفر وبتاع. لا مفيش الكلام ده خالص. احنا لسه بنقول ان هو هيكون مختلف عن متحف اللوفر واي متحف في العالم. اولا من فكره تصميمه وانشائه، الفكره التصميم بتاعته هي يعني طبعا فكره الاهرامات، شكل البوابات اللي فيه، شكل المتحف خارجيا من بره، كمان شكل المثلث. هو كل الفكره بتاعته يعني مستمده من فكره الاهرامات. انا بس عايزه اقول حاجه في الحته دي، عشان احنا عندنا دايما عقده الخواجه. الحقيقي ان بره متحف اللوفر والحاجات دي هم كلهم متاثرين بينا احنا، وهم اللي مقلديننا احنا، وهتلاقي مثلثنا في كل حته. دي حقيقة. وحتى على الكباري والحاجات كلها اثارنا احنا. فلو انتوا بتقولوا، عشان انا شفت البوست ده واتضايقت جدا ان احنا بنقلد، فالحقيقي ان هم اللي بيقلدوا مش هو. دي حقيقه، والسبب بسيط اصلا، لان الحضاره المصريه ممتده ل 7000 سنه، فهو مش هينفع يعني هم بالزبط. يعني مين هيقلد مين بالظبط كده. فيعني في الاثار هي مصر هي ليها الحق الحصري في ده، ورائده في المجال ده. وكل العالم وكل الناس او كل الدول اللي بتعمل معارض بره مصر هي بتعمل معارض وبتحط فيها اثار بتكون شبيهه. يعني هو التقليد دايما بيبقى بره مش عندنا، بالعكس. صحيح. ويمكن حتى احنا كان بنعمل المتحف ده 2023، والمتحف المصري الكبير هو اصلا فكرته ما اتعملتش قبل كده في اي حته في العالم. ويمكن زي ما قلنا التصميم بتاعه وان يبقى فكرته مستمده من شكل الاهرامات ووجوده في منطقه الاهرامات والربط ما بين التاريخ والحداثه، ان انت في وسط منطقه تاريخيه وحداثيه او تاريخيه وقديمه ولها عبق، وفي نفس الوقت بتعملي متحف هو مصمم باعلى مستوى ومصمم بالشكل الجميل ده، وبتعرضي فيه الجواهر الخالده اللي احنا قلنا عليها بالظبط. هو انا بمثله بالظبط ان هو يعني زي بوابه الزمن. اي حد حابب يرجع الى عصور يعني الفراعنه او العصور القديمه او لتاريخ مصر هيروح المتحف مصر الكبير، هيشوف كميه الاثار اللي فيه. احنا بنتكلم على يعني البهو او اللي فيه سلم كمان اسمه السلم تقريبا. هيضم قد ايه، كام قطعه اثريه ممكن تكون موجوده؟ هو لسه لغايه دلوقتي يعني ما تمش حصرها بالفعل، لان هم لغايه دلوقتي بس في رينج. هو عندك فكره؟ هو الرينج هو يعني حوالي مثلا ممكن نتكلم في يعني
يعني انا مش هقدر احصرها لك، انا خليها برضو من خليها مفاجاه، لان يعني احنا مش عايزين نحصرها، لان أوكي. هو طول الوقت برضو لغايه دلوقتي انا شايفه متحف ضخم، يعني ما هو ضخم، عشان كده مش قادر اقول لك رقم، لان هو مفيش ريتنج، يعني مفيش رقم لغايه دلوقتي بيتقال علشان نقدر نقول كذا، عشان برضو ما يبقاش احنا يعني بنقلل من يعني من حجم الحاجه اللي هتكون جواه، لان طول الوقت لغايه دلوقتي يمكن كان في تصريحات يمكن لوزاره السياحه والاثار ان هو يعني لغايه دلوقتي جاري ان هو بيتحط الاثار في البتارين لغايه دلوقتي، فلسه ما فيش بالظبط في مرحله تجميعها، يعني في مرحله تجميعها، فما فيش لسه رقم نهائي اتقال ان هو مثلا عدد الاثار هيبقى قد ايه بالظبط، ولكن احنا بنتكلم في كميه ضخمه، كل الاثار اللي ما اتعرضتش، احنا شفنا طبعا افتتاح المتحف الحضاره بالفسطاط، ده كان خاص بعرض المومياوات الملكيه اللي احنا شفناها بتمثل في حدث عالمي، يمكن كرنفال افتتاح المتحف المصري الكبير هيكون متميز تماما او مختلف تماما عن اي احتفال تم في مصر، احنا شفنا افتتاح المومياوات الملكيه او نقل المومياوات الملكيه طبعا كان حدث عالمي، شفنا افتتاح طريق الكباش بالاقصر كان حدث عالمي برضو، احنا عايزين ناكد ونقول ان افتتاح المتحف المصري الكبير هيكون مختلف تماما، لان ده كرنفال عالمي هيحضر فيه يمكن العالم كله مستني. قول لنا بقى ايه مراسم الاحتفال والافتتاح؟ هي مراسم الافتتاح طبعا لغايه دلوقتي برضو ما تمش اعلانها بالظبط، ولكن هو اللي احنا عرفناه ان هو خلال شهور قليله جدا. انا كل ما هسالك على حاجه هتقولي لا هو خلال تحرق. لا مش لا هو احنا برضو دي فكره السسبنس او فكره المفاجاه برضو دي مطلوبه او التشويق، لان بجد فعلا لغايه دلوقتي ما اتحطش يعني اللمسات النهائيه لسه ما اتحطتش، لكن هو خلال شهور قليله جدا هيتم طبعا الافتتاح. لما بنتكلم على الفنانين العالميين او بنتكلم على كل الشخصيات العالميه هتكون حاضره في الافتتاح ده، بغض النظر عن افتتاح طبعا المومياوات الملكيه او موكب المومياوات الملكيه كان في وقت الكورونا، فما طبعا ما كانش مساعد ان يكون في شخصيات عالميه. بنتكلم برضو عن فكره وجوده في سفح الاهرامات او في منطقه الاهرامات، هيكون حدث عالمي، احنا يمكن بنشوف الحفلات اللي بتعمل في الاهرامات، فما بالك بقى لما طبعا على سيره الحفلات بقى في كلام ان زي حواس مؤلف مقطوعه فرعونيه وهتتعزف في مراسم الافتتاح، هل ده حقيقي؟ ما تقوليش لازم يبقى في اثاره وتشويق، قول لي احرق لي معلش، هل ده حقيقي ولا لا؟ هي دي حقيقه فعلا بالظبط، انت جبتي معلومه برضو يعني في الكواليس. لا دي حقيقه برضو معلومه مظبوطه، يمكن هو يعني طبعا الدكتور زي حواس بعلاقاته الكبيره وطبعا هو يعني بالظبط، هو يعني هو بالنسبه له كمان يعني متحف مصر الكبير هو حلم، وشايف ان الحدث ده هو نفسه يعني كان من فتره قريبه بيقول ان هو يعني يلا بقى يعني عايزين نفتح بقى وعايزين نخلي العالم كله يعني يبدا يشوف ان مصر دايما عندها جديد، يعني الناس دايما كانت بتشوف الايفنتات او الفعاليات اللي كانت بتحصل قبل كده تقول خلاص كده مصر خلصت، لا مصر ما بتخلصش الحمد لله يعني، فدايما فكره كمان استرداد القطع الاثريه او كمان ان مصر كمان بتتابع القطع الاثريه اللي خرجت خارج مصر بطريقه غير مشروعه، يمكن احنا لسه من يومين شفنا استرجاع التابوت الاخضر ده يعني كان راجع من الولايات المتحده الامريكيه، وطبعا فكره استرداء يعني استرجاع الاثار اللي كانت بتخرج خارج مصر بطريقه غير شرعيه، الدوله بتحاول بشتى الوسائل ان هي تجمع الاثار دي عشان برضو يتم عرضها في المتحف المصري الكبير، سواء اثار انت بتستخرجيها من خارج الارض او من مصر واثار انت بترجعيها من بره، في كل دي جهود من الدوله المصريه علشان يظهر كل اثار مصر تعرض في المتحف المصري الكبير. طب خليني بقى اخدك يا شادي لحته ثانيه، بما انك انت مؤسس مبادره Come to Egypt، واحنا كان لينا حلقه قبل كده مع بعض واتكلمنا عن المبادره دي باستفاضه، بس عايزه اقول لك ان المتحف ده يعني في ناس ممكن تبص تحت رجليها، انا عايزه ابص على النطاق البعيد، المتحف ده هياثر على السياحه بشكل كبير جدا، احنا الفترات الاخيره كان عندنا كميه ايفنتات بس هقول لك عليها بالظبط على السياحه عندنا بشكل بالظبط، فخد مساحتك بقى وقول لي. احنا لسه بتقولي يعني الايفنتات المعموله دي، احنا لما نتكلم يعني برضه احنا هنقول يعني خلي المتحف مصر الكبير دلوقتي، احنا اتكلمنا بس على الحدث اللي هو مثلا افتتاح طريق الكباش، الناس اللي كانت بتقول احنا ليه بنعمل الاحداث دي؟ ليه الدولة بتعمل هو ده اللي بقوله بقى، الناس اللي بتبص تحت رجليها. لا ما احنا بنقول لهم ايه بقى، انت كنت ما كانش عاجبك ان انت بتعمل افتتاح لطريق الكباش او بتعمل ريفريش او بتحيي مثل هذه الاماكن الموجودة، لما شفنا لما اتعمل كده احنا شفنا بعد كده بعدها يمكن بسنة او بأقل اتعمل بعض واحدة من اهم عروض من دار عروض الازياء العالمية. معلش ثانية واحدة، مش واحدة اتنين، ما لسه هتكلم، انا هاخد هتكلم اول عن طريق عن الاقصر وبعد كده نروح على الاهرامات بالظبط. واحدة من اهم البيوت الازياء العالمية وراحوا هناك عملوا في الاقصر في نفس المكان اللي كان معمول فيه الاحتفالية واتعمل هناك، طب هم راحوا هناك ليه؟ لان هم شافوا المكان بشكل جديد، شافوه في الكرنفال والاحتفالية
طلع شكله حلو. معلش يا شادي عشان ساعات بس انا عندي الولاء يعني بيحز عندي جامد، فبرضه في ناس هتقول لك ايه يعني عالم فاضي قوي، ايه يعني بيوت الازياء وما اعرفش ايه. لا طبعا لا هي مش عارفين ان ساعتها الاقصر كانت فولي بوكت، وكان عارفين يعني ايه ما عندناش اوضه فاضيه في المحافظه دي، عارفين يعني ايه السياحه اللي قعدنا فتره كبيره جدا من بعد كورونا متدمرين حرفيا في الموضوع ده، وده دخل كبير وفرص عمل كبيره وحاجات كتيره جدا جدا مهمه لينا، عارفين يعني ايه دار ازياء بالحجم ده، نجوم عالميين بالظبط ونجوم عالميين، ده ماركتنج لينا فكره بوجود ببلاش. وجود يعني بوتشيلي او وجود وجود انيل كابور من بوليود، او فكره وجود يعني اغنى اغنياء العالم موجودين في مكان زي ده، ده لوحده ترويج للسياحه، وكل حد بيحط على صفحته وكل حاجه بتروح على السوشيال ميديا، ده يعني دعايه او دعايه ببلاش اتعملت نتيجه لافتتاح طريق الكباش ده في الاقصر. ما بنتكلم على منطقه الاهرامات، وشفنا برضو واحده من عروض او من اهم بيوت الازياء او يعني اللي اتعملت هناك، حفله اتعملت في الاهرامات وشفناها قريب يعني يمكن من خلال شهور بالظبط كده. واتعملت الحفله دي برضو اتعملت علشان التسويق اللي بيحصل في مصر والايفنتات والحفلات اللي بتفتح في مصر. فلما بنتكلم بقى على المتحف المصري احنا ابتدينا اصلا بحفله نقل المومياوات الملكيه ومن بعدها توالت الاحداث الاحداث، بس صحيح. برضو بنقول ان طبعا كل المنحنى تصاعدي، يعني لو شفنا مثلا المومياوات الملكيه بعد كده افتتح طريق الكباش، ودلوقتي احنا في انتظار المتحف المصري الكبير. انا باكد لك ان المتحف المصري الكبير حاجه تانية خالص بجد، حدث هيبقى عالمي. فكره ان احنا نعمل احتفاليه للمتحف المصري الكبير تليق بيه وتليق بيه الحدث ده، هو هينعكس بعد كده على السياحه المصريه بشكل اكبر من اللي حصل قبل كده في المومياوات الملكيه وفي طريق الكباش. بمعنى ان احنا دلوقتي وجود المتحف المصري الكبير في منطقه الاهرامات، وجوده من مطار سفنكس، ومطار سفنكس دي نقطه انا حابب اركز عليها، ان في ناس بتحب تيجي او عشاق الاثار في مصر. طبعا مصر فيها كل حاجه، فيها شواطئ وفيها سياحه شاطئيه وفيها السياحه الاثريه وكل حاجه، ولكن في طبعا احنا مميزين بالسياحه الاثريه لان دي حاجه حصريه موجوده عندنا في مصر مش موجوده عند حد تاني. ففي اجانب كتير بيبقوا جايين عايزين يشوفوا الاثار ويمشوا، فبيحبوا ان هو يعني يجي يبص على الاثار ويمشي وبس. مطار سفنكس هو موجود بالقرب طبعا من المتحف، يمكن بنتكلم على يعني دقائق بيوصل من هناك، ففي ناس المطار هيسهل عمليه وصول السياح للمتحف ومنطقه الاهرامات، فهيجي يعمل رحله اثريه بحته كامله متكامله. فطبعا وجود المتحف في المنطقه الاستراتيجيه دي والربط ما بينه وما بين منطقه اهرامات الجيزه، احنا يمكن شايفين التطوير اللي كان بيحصل في منطقه اهرامات الجيزه في الفتره الاخيره طبعاً. وده كله امتداد وتمهيد لافتتاح المتحف المصري الكبير. فاحنا مش هنختزل الافتتاح المتحف في المتحف نفسه بس، لا احنا بنتكلم على نقله بالنسبه ل يعني الاثار وبالنسبه للسياحه الاثريه في مصر. وكمان العالم بقى بيكتب وبيبص لمصر بشكل مختلف تماما. احنا شفنا الجرائد، انا عايزه اقول لك دي في حاجه شخصيه، انا ليا صديقه اجنبيه وما جاتش بلدنا خالص، انا فاكره قوي قوي الكلمه دي اول مره من كام سنه لما اتقابلنا، فبتقولي انتوا بتروحوا بقى وبتركبوا جمل، هي فكرها عن مصر احنا ده حقيقي بالزبط. والله ده اتقال. أيوة فانا ذهلت بهت كده اللي هو جمل، لا احنا بلدنا مش كده يا فاهمه ان احنا في الصحراء يعني. بعد فتره وتوالي الاحداث اللي فاتت ده من قريب جدا قالت لي هي ازاي مصر عظيمه وجميله كده، انتوا ازاي عندكم انا بجد فرق معايا جدا اني اسمع الكلام ده من حد ده، هو ده اللي بقوله لك لما بلاقي حد بيقول ان دي عالم فاضي. لا فكره الماركتنج مهم جدا، واحنا السؤال اللي بنقوله للناس دي هو ليه الاحداث دي ما كانتش بتحصل، يعني ليه البيوت الازياء العالميه دي او الناس المهمين او الشخصيات العالميه ما كانتش بتيجي مصر زمان زي دلوقتي، ليه الاحداث دي اتعملت دلوقتي والبيوت دي هي اللي جت من نفسها وطلبت ان هي تعمل عروض ازياء في المكان ده، ليه دلوقتي بالتحديد؟ لان هو شافوا ان في دوله في فتره الكورونا استغلت فتره الكورونا استغلال امثل ان هي كانت بتنظم احداث وبطولات، وده انعكس لان فتره الكورونا كانت الناس بتقول انتوا ليه يعني احنا مش فاضيين للكلام ده، لا صحيح. بمجرد اشتغلناها بالظبط، والدليل ان بمجرد انتهاء فتره الكورونا وفتح خطوط الطيران احنا لقينا ان منحنى السياحه الحمد لله في مصر احنا كمان في ناس شغاله، في عقول صاحيه حرفيا ما بتنامش شغاله على الكلام بالزبط. ده مش بنهزر، فان انت بتتكلمي في ملف السياحه انت بتحاربي على 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 كافه الاصعده. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده لما كنت معاكم في البرنامج على سياحه المؤتمرات، شفنا طبعا المؤتمر المناخ اللي اتعمل في شرم الشيخ، وده احنا كنا اتكلمنا قبل المؤتمر وما اتكلمناش بعد المؤتمر على مدى الاقبال. فانت بتتكلمي في سياحه المؤتمرات، ده العالم بيشوفك بيها بشكل جديد وبيشوف مصر بتنظم مؤتمرات عالميه وسلسله احداث عالميه. بتتكلمي على الاثار، عندك يعني اكتشافات اثريه ومتاحف زي
زي متحف الفسطاط والحضاره وطريقه عرض المومياوات الملكيه بطريقه علميه بالظبط. فانت دلوقتي بدات تسوقي للكنز اللي عندك في مصر بشكل علمي وبشكل عالمي يليق طبعا بتاريخ الدوله المصريه وبعراقتها، فالعالم بدا يشوفك يعني يبص لك ببصه ثانيه، بدا يبقى انتو عنده بلد، ده انتوا بلد عظيمه بالظبط. اللي ما كانش الايفنتات دي اصلا العالم كله شافها، دي حقيقه. واللي ما كانش الايفنت زي بتاع كريستين جور في مصر العالم كله شاف الايفنت، فطبيعي ايه ده انتوا بلد متقدمه. فبدات توصل لهم بشكل مختلف طبعا. يعني بدات توصل لهم يعني اللي ما كنتش بتقدر توصل له عن طريق الشواطئ او عن السياحه الشاطئيه، بدات توصل له عن طريق سياحه المؤتمرات وسياحه المهرجانات، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، خلق انواع اخرى من السياحه زي سياحه المهرجانات والمؤتمرات هي اللي هتنشط عندك سياحه الاثار، هي اللي هتنشط عندك سياحه الـ 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 الشواطئ، وده اللي الدول الكبيره او الجديده او اللي طالعه دلوقتي في السياحه بتعمله. سياحه المهرجانات او سياحه المؤتمرات بتخلق نفسها مؤتمر او مهرجان بيخليها تنشط بقيه السياحه اللي عندها. بنتكلم كمان عن الوسائل الصحف العالميه، دي نقطه مهمه جدا، ان بنتكلم ان تم ادراج مصر في وجه يعني ضمن من وجهه سياحيه حول العالم لعام 2022، دلوقتي كمان لعام 2023 مصر مدرجه في أأمن وجهه سياحيه حول العالم تبع موقع سي ان ان ترافل وتبع الديلي نيوز او صحيفه الديلي نيوز العالميه طبعا موقع تريب. في ايه اجمل من كده نسمعه بقى بالظبط. طب انت ليه ادركتي في هذه القوائم وانت ما كنتش بتدرجي بيها قبل كده؟ نظرا لانك انت صنفتي ودخلت بدات تخشي في السوق العالمي، بدات مصر تظهر ما بين طبعا الوكالات العالميه والسوق العالمي ان هي امنه. وطبعا فتره الكورونا احنا لو نفتكر كانت الدوله الوحيده اللي بتنظم مهرجانات واللي كانت بتعمل بطولات وكرنفالات رياضيه زي طبعا كاس العالم لليد وغيرها من البطولات، فطبعا الحمد لله ان احنا امنه وهتفضل امنه ان شاء الله بإذن مصر الله. باذن الله باذن امنين الله. طول العمر باذن الله. طب احنا بقى حديث الساعه اليومين اللي فاتوا في الشق الاثري ده استرجاع التابوت الاخضر، في ناس كتيره ممكن تبقى اول مره تسمع الجمله دي حقيقة. اشرح لنا بقى ايه موضوع التابوت الاخضر ده. هو التابوت الاخضر هو عباره عن يعني عباره عن تابوت يمكن وزنه يمكن بيوصل لطن، يعني وزنه ضخم جدا. هو سمي طبعا بالتابوت الاخضر لان طبعا يعني شكل التابوت من الخارج هو يعني واخد الشكل او اللون الاخضر، يعني من هنا اطلق عليه التابوت الاخضر. ده لونه ولا عوامل التعريه؟ يعني الاثنين مع بعض يعني الاثنين مع بعض. لا هو مش اخضر طبعا، لكن هي نقدر تقول لا يعني حاجه يعني قبل الترميم او يعني طبعا بعد الترميم بيرجع للونه الطبيعي، لكن هو ده كان سبب الاسم التسميه. طبعا التابوت ده طبعا اتهرب من خارج مصر بطريقه غير مشروعه، يمكن كنا بنتكلم على الفترات اللي هي فتره 2011 او الفترات دي اللي هي كانت ما كانش فيها طبعا الشكل الامني بالشكل المطلوب يعني، فتم استرجاعه طبعا لان مصر دلوقتي في الوقت الحالي اي قطعه مفقوده بتبدا تتابعها طبعا وزاره الخارجيه بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار. قدروا ان هم يثبتوا ان التابوت ده بيرجع الى مصر وان هو قطعه اصليه وتم تهريبه بطريقه غير مشروعه ونجحت الدوله ان هي ترجعه. يمكن كان في مؤتمر صحفي احنا شفناه من كام يوم طبعا لوزاره الخارجيه مع وزاره السياحه والاثار، وتم عرض تفاصيل عوده القطعه الاثريه المهمه دي وعرضها. ففكره استعاده القطعه نفسها او ان انت ترجعيها ده في حد ذاته مش حاجه سهله، وانك انت تقدري ترجعيها وتقولي وتثبتي ان هي دي ملك مصر وتقدري ترجعيها، ده ما كناش بنشوفه لو تفتكري يمكن من زمان ما كناش بنشوفه. تثبتي انها ملك مصر دي صعبه، او ملك لمين؟ لا ما هو في ناس بتحاول برضو يعني تثبت لنفسها يعني يعني ان هي لا ملك يعني فكره ان انت تثبتيها وتثبتي ان هي كمان قطعه اصليه وان هي بتعود لمصر دي برضو في حد ذاتها حتى لو هي شكلها فرعوني. يعني في ناس بتبقى شايفه حاجات فرعونيه وتقول دي بتاعتنا، زي ما انت لسه كنت بتتكلمي على متحف اللوفر بيقولوا ان هي المتحف يعني هم احنا اللي مقلدينهم بالظبط وهو العكس بالظبط. اه بس خلاص طالما انت اثبتيها ورجعتيها انت كده عملت اللي انت عايزاه. ففكره ان هي تتم استرجاعها بالاضافه الى الاكتشافات اللي تمت احنا نشوف خلال السنين اللي فاتت في هرم سقاره وشفنا التوابيت اللي اكتشفت هناك، دي اللي حضرتك بتساليني من شويه بتقولي لي ايه اللي هيتعرض في المتحف المصري الكبير، هي دي الاثار المسترجعه من بره والمسترده والاثار اللي ما اتعرضتش قبل كده مع الاكتشافات الجديده اكسكلوسيف يعني بالظبط. هي حاجات جديده بالظبط. وانا يمكن انا مش عايز اقول برضو عن كل اللي انت سالتيني يعني انا بشكل او باخر بحاول اتهرب لان حسبنا بعدين بالظبط يعني احنا عايزين برضو نعملها مفاجاه للناس ان هي طبعا تبقى عارفه بس على راسها
مجموعه توت عنخ امون. حلو. المجموعه الشهيره واللي يعني عشان تتعرض هي محتاجه متحف لوحده. في كمان متحف هيكون موجود جنب المتحف المصري الكبير، هو اسمه متحف خوفو، ودي المركبات اللي كانت موجوده يعني او اتعمل لها طبعا ترميم تاني، المركبات اللي بيسموها المركبات الشمسيه او مركبات الشمس. أوكي. هتكون موجوده في متحف. عباره عن ايه بقى المركبات الشمسيه؟ المركبات الشمسيه دي هي المركبات اللي كانوا بيستخدموها زمان، يعني هي عباره عن هيكل لمركب، ودي كانت معروضه قبل كده طبعا في المتحف الخاص طبعا في موجود في منطقه الاهرامات، وتم نقلها وعمل لها عمليه ترميم. هي عباره عن في مركبين، في المراكب دي بتكون موجوده عباره عن هيكل خشبي ومتقسم فيها بقى، عباره عن شرح ازاي كانوا بيستخدموها، تاريخها، الحاجات دي كلها. بس فكره ضخامه المركب وشكلها وان هي لسه محتفظه برونقها، وطبعا مع بعض عمليات الترميم دي حاجه يعني عظيمه يعني. طبعا فطبعا ده نوع اخر موجود في المتحف. اللي انا اتكلم على المتحف تاني، قلت لحضرتك في الاول ان هو هيكون متحف ترفيهي وفي نشاطات تانيه، مش بس متحف بيعرض اثار، لا هو في منطقه للمتنزهات، منطقه خضراء، هيكون في منطقه بتضم المطاعم والكافيهات من اشهر الحاجات. فهو هيبقى هيكون انت طالعه رايحه تتفرج على الاثار ورايحه في نفس الوقت نزهه، رحله شامله رحله يعني. شامله بالظبط، بالقرب طبعا لوجوده في منطقه اهرامات الجيزه، وهيكون في بينهم طبعا ممر بيربطك ان انت توصلي تطلعي من المتحف تروحي اهرامات الجيزه. فده حاجه طبعا يعني مهمه جدا. شفنا برضو فكره التذاكر وتسهيل التذاكر ان هي بقت مميكنه، فكره وجود العربات اللي احنا شفناها بشكل جديد، العربات اللي حوالين منطقه اهرامات الجيزه وتطوير المنطقه دي، لان احنا كنا في فتره من فترات سمعنا او شفنا ان كان في بعض الـ يعني المضايقات، او بيبقى في بعض من المضايقات لبعض السياح من يعني احنا يعني لطف بزياده شويه، ففي بعض. فطبعا دي اتحلت، وشفنا طبعا تطوير منطقه اهرامات الجيزه في الفتره الاخيره، يمكن دي بالاتساق او يعني التوازي مع الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير. شادي البيلي نورتنا النهارده، والحقيقه انك بتنورنا كل مره. نورتنا شادي البيلي الخبير السياحي وعضو نقابه السياحيين، وصباحك صباح الورد ومرسي على المعلومات القيمه دي. المره الجايه هتحرق ان شاء الله. نشوف الموضوع ده. الساده المشاهدين، دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، هنروح لفاصل نرجع لكم مع تانيه فقراتنا النهارده، ما تروحوش في حته. ورجعنا لكم مره تانية. فقرتنا النهارده هنتكلم بقى دلوقتي مع خبيره اتيكيت جميله جدا وعظيمه جدا عن حاجات كتيره شائكه بتحصل لنا في حياتنا، تخص بقى العزومات، تخص اولادنا اللي بيكسفونا وبيحرجونا. انا كسلمى كأم لما كنت بشوف سيده يعني بتزعق لابنها او حاجه كنت بحس ايه ده ازاي كده، وبستاء قوي وبحس اكيد انا لما ابقى ام مش هعمل كده ابدا. الحقيقه لما بقيت ام اكتشفت ان المواضيع صعبه جدا، ومحتاجين كويس قوي نفهم يعني ايه اتيكيت وازاي نتصرف في المواقف اللي زي دي عشان نبان بشكل راقي ويكون تعاملنا مع الناس راقي وشيك. ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، خبيره الاتيكيت نادين جيت. صباحك صباح الورد. صباح الفل. صباح الورد عليكي. زي ما كنت بقول كده في الانترو دلوقتي، انا كتير بتعرض لمواقف ممكن تكون قض او محرجه شويه، وببقى مش عارفه الاتيكيت هنا بيقول ايه، واحب قوي قوي امشي بالجانب الراقي الشيك، اكون ماشي على اتيكيت يعني زي ما بيقولوا. فخلينا نبتدي بموضوع الاطفال الاول، بعدين هنخش في العزومات. قصه فدي. الاطفال يا استاذه نادين صعبه جدا جدا، زي ما كنت بقول برضو من ثانيه ان انا ممكن اكون في السوبر ماركت مثلا وانا مخطوبه، بس كنت اقول يا ايه ده ايه ده، ازاي الام بتزعق لابنها كده، معقول ده انا عمري ما هعمل كده. بعد ما بقيت ام الحقيقه يا استاذه نادين المواضيع بتبقى صعبه جدا، بتوصلي لمرحله ساعات انت لازم تعملي كنترول، ما هو هتعملي ايه، فانت لازم تزعقي يعني، بس طبعا باسلوب، بس لازم تزعقي. فانت قولي لنا المواقف المحرجه دي مع الاطفال، ايه افضل حل ان انت تعملي كنترول على ابنك من غير ما تزعقي ارجوكي، قولي لي اعمل ايه. هنشوف التعامل معاهم في العزومات، لو انا رايحه عزومه مثلا اعمل ازاي او اتصرف ازاي. اوكي. لا يعني عامه مش بس عزومه، خلينا نبتدي الاول ان ابنك حطك في موقف محرج ايا كان هو ايه. خلاص حصل لمرحله ستابرن فظيع او عند فظيع، مش عايز يمشي من هنا دلوقتي، عايز يشتري حاجه فلانيه لا تصلح لعمره او لسنه او حاجه ما تخصهوش. اصل انت عارف الاطفال ساعات كده دماغهم بتروح في حتت غريبه، فانت بتقولي بتحاولي انك تقولي لا. هل الحل هنا
انك عشان تحافظي على برستيجك وشكلك انك تقولي اوكي وتجيبي الحاجه وتمشي في سكات؟ لا. ولا انا لازم اتصرف في الموقف ده لان ده حال طوال وانا بربيه برضو، ما انا مش هحافظ على شكلي وفي نفس الوقت المره الجايه هنعمل كده تاني. فالحل ايه؟ اتصرف ازاي مع العند، الزعل، التصميم على الراي، الكلام بتاع السن بتاع من سنه لاربع سنين ده؟ طب خلينا متفقين من الاول خالص ان الولاد مرايه اهاليهم. صحيح. وهما مش بيعملوا حاجه هما جايبينها من بره، هما بيكتسبوها من البيئة المحيطة. صحيح. أساساً الشخصية الطفل بتتكون أو البني آدم في جينات وراثية إحنا ملناش تدخل خالص فيها، عين عصبية كلام ده كله، في اكتساب من الشريحة اللي حواليه أو المحيطين بيه، بابا ومامته، سواء في جد أو جدة أو حد مقيم معهم في البيت زي الخالة، أو في مساعدة ست بتساعد في البيت أو الكلام ده. هو بيكتسب برضو منها، بيختلط بالجيران كتير فهو برضو بيكتسب. بيكتسب ايه؟ انا ابني كان بيقول لي مدام سلمى، زي ما الناني زي ما الميد عندي بتقول، فبقاش بيقول مامي، بقى كل شويه يقول لي مدام سلمى. ايه في ايه؟ شفتي؟ في تمام. ولو التلفزيون مفتوح 24 ساعة هو من غير ما ياخد باله، هو ممكن يبقى بيلعب او نايم والعقل الباطن بيخزن شوية حاجات. فهو ده برضه هو بيمارسها على اللي حواليه فيما بعد، حتى تلاقيه كتير مننا يقول ايه ده، هو جاب الكلام ده منين؟ صحيح. لا، هو بيبقى اخده وخزنه في عقله الباطن. والجزء الثالث بيبقى حاجات تجارب شخصيه، هي بتتكون شخصيه الانسان من ثلاث اجزاء دول يعني. فالتجارب الشخصيه هو برضه بيستكشف وبيجرب، وتلاقي البيبي يروح ويفتح ويحب ان هو يشوف عشان يعرف، وتلاقي اغلب الولاد بيحبوا يدوقوا الحاجه عشان يعرفوا. مش لازم ندوق واحنا في السوبر ماركت ارجوك. اوكي. فانا هتعامل ازاي؟ هقول لا، هيقولي لا، هزعق، هتنرفز، هيزعق، هيتنرفز. هو لكل فعل رد فعل. صحيح. فانا من الاول زي ما انا عايزه ابني يطلع او بنتي، ابتدي معاهم من هم لسه بيبيهات مش فاهمين حاجه، انا معتقده ان هم مش سامعين او مش مركزين او نايمين او بيلعبوا. لا، هم بيخزنوا في العقل الباطن. يعني هو لازم يشوفني بخبط على الباب قبل ما بدخل. طب. بستأذن، بستنى لغاية اللي قدامي لما يخلص كلام. هو لازم يشوفني بقول اللي حواليا من فضلك وبعد إذنك وحضرتك. ويبقى فيه كلام ما بيننا وحواديت. الحواديت دي إحنا لازم نعلمه فيها إن هو إزاي يتصرف في المواقف. وبيبقى فيه اتفاق قبل الخروج. إن إحنا مثلا رايحين عند طنط فلانة أو هنقضي اليوم عند كذا وهنشوف وهنعمل، نبقى مؤدبين، منفتحش أدراج، يبقى فيه اتفاق. أنا عايز أعرف بقى الاتفاق ده طبعا هينص على بنود، والبنود دي أكيد فيها بند العقاب. وده أهم بند عندنا، عايزين نعرف بقى العقاب بند على طول. العقاب على طول. أنا أخول إيدي. لا لا لا، العقاب بقى، بند العقاب ده بيبقى إيه؟ لأن أنا بخاف جدا من موضوع الثواب والعقاب. يعني بخاف دايما إن أنا ادي ثواب قوي فالولد يتدلع، وبخاف ان انا اعاقب اسرع على نفسيته الحقيقه. فالعقاب اصعبهم. العقاب المفروض يكون ايه؟ فرنج المعقول وما ياثرش ابدا على نفسيته. خليكي وسطيه، ودي له حقوق ان هو من حقه ان هو يستكشف اللي حواليه ويجرب ويغلط ويتعلم من غلطه. والبني ادم ليه ان هو يغلط مره ونعديها ونفهمه ان ده التصرف الصحيح فيها كذا، لانه وارد ان هو ما يعرفش. والمرة الثانية فاحنا بننبهه عشان ياخد باله. المرة الثالثة هو بيجي فيها العقاب. والعقاب بيبقى عن حاجة هو بيحبها امنعها عنه. يعني مثلا هو اغلب الولاد طبعا والكرتون او بالظبط، فانا مثلا بديله مساحة ان هو يقعد ساعات معينة، فانا هقلل عشان انت ما التزمتش معايا في الموقف الفلاني، في خروجة نادي، في خروجة معينة هو بيحبها، في حاجة معينة هو يعني لازم اجيله من ساعات بيأتلف العقاب. يعني هو بيبقى عارف ايه؟ انا عايز اعمل الحاجه النوتي دي هعملها. وخد الايباد شويه. خلينا منطقيين يعني، ونقول انا بعمل ده ليه. يعني برضو صدقيني هما بيفهموا. فالفكره ان انا بنبه ان احنا رايحين، فاحنا ده مش بيتنا، وعلم. اصل الكلام ده هيثبت في دماغه. حتى لو غلط مره او اتنين. فالتكرار بيعلم الشطار. هي مش الشطار بس. عديها الشطار. شطار. اوكي اوكي. فاحنا لازم نفهم الولاد ونقول مفيش ادراك هتتفتح، مفيش حاجه هتتحرك من مكانها، ما ينفعش نتحرك في البيت حتى لو انت عايز تدخل الحمام غير لما نستاذن اصحاب البيت. لو اتقدم لك كل التفاصيل، لو اتقدم لك شوكليت هتاخد واحده بس. لو تقدم عصير هتشربه، وهتقعد ازاي مظبوط، لو اتوجهت لك اسئله كل ده وامثل معاه. امال احنا قاعدين في البيت نعمل ايه؟ صعب قوي اللي بيحصل مثلا لو في عزومه او في مطاعم او في افراح او غيره، والاقي الترابيزه اللي جنبي كلها توجيه او غلط جدا.
اولا انت بتزعجي اللي حواليكي، ثانيا ده مش وقته ولا مكانه، لا انت اخترتي الوقت المناسب ولا المكان المناسب، وممكن يحبط الطفل احراجه في وسط اللي حواليه، مسك الشوكه او السكينه بطريقه غلط. فاحنا قاعدين في البيت احنا نحاول نصنع الظروف او نصنع الوقت المناسب اللي احنا فيه نتعلم ده، لان الام مهم جدا دورها مع اولادها في التوقيت ده. فانا لازم اعلمه وافهمه احنا نازلين رايحين فين، رايحين السوبر ماركت، هنعمل ايه، هنشتري كذا وكذا وكذا، اوكي هتساعدني، وابتدي اخليه يختار معايا الحاجات اللي انا عايزاها اصلا. وهنيجي عند الجزء اللي هو بتاع ان هو يشبط في حاجه او فما ينفعش امنعه من كل حاجه ولا ينفع اجيب كل حاجه. واذا حصل واتنرفز وعيط وتعصب، انا لو جاوبته في التوقيت ده فهيبقى هو ده اتجاهه معايا على طول. المفروض ان انا بسكت وبحاول اقول له اهدى، انا مش فاهمه حاجه. لا هو انا بسكت وبحاول انا اهدى. لا اهدى سيبك من الناس، سيبك من الناس خالص، انت حاولي انت تاخديه كده على جنب وتفهمي. بس المفروض ان انت تعالجي ده من البيت قبل ما يوصل للمرحله دي من الغضب. نبقى احنا متفقين احنا هنجيب اتنين حاجه حلوه، او احنا المره دي هنجيب مثلا لعبه، المره الجايه مش هنجيب لعبه، واللعبه هتبقى في حدود كذا. صدقيني مع الوقت وبيكبروا وبيفهموا، حتى لو كان سنهم خمس سنين، حتى لو كان سنهم صغير بيبقى فيه تفاهم. بس بلاش اللي توعدي بيه اوفي طبعا، وبلاش ويبقى فيه اتفاق، دي بتأثر على الثقة ما بين الطفل ووالديه لو وعدته وما وافقش. دي حاجة مهمة جدا. إذا بقى حصل المرحلة اللي هو فيها غضب جدا وابتدى بقى يعيط ويلفت الأنظار، فانا بحاول ان انا هديه وانزل له في مستواه، انزل له تحت كده واهدى، انا مش فاهمه حاجه. العياط انا مش فاهمه حاجه ومش هقدر افهم حاجه. وما ينفع واخده، لو اقدر اخده في حضني اهدى وفهمني انت عايز ايه، وابتدي اتناقش معاه بصوت، هو هيهدى وتون صوته هيهدى. ما نفذش وما منسقش معايا ولا اي حاجه، يلا هنروح ولينا كلام تاني في البيت. بس برضو بيبقى بالاتفاق، ويفهم ان اليوم باظ والنزوله باظت بسبب ان انت ما كنتش ملتزم معي. بس طب احنا هنروح بقى لشق تاني وهو تعليم الولاد الاتيكيت من امتى. يعني انا ابتديت مع ابني من بدري، وكانت كل الناس سلمى بدري قوي، الولد لسه صغير من سنه، من سنتين هو، يعني من اول ما ابتدى يمسك شوكه وسكينه، لا خلاص بقى احنا لازم نبقى بوضعنا، لازم نعرف هناكل ازاي وهنشرب ازاي وهنقول ايه ومش هنقول ايه والكلام ده كله. ففي ناس كتير تقول لي لا 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 ده صغير قوي على الكلام ده. لا هو مش صغير، هو صغير فعلا. انا غلطانه؟ لا مش غلطانه خالص، بس هو بيكتسب. يعني هو بيشوفك بتاكلي ازاي، واللي معاه يعني بابا بياكل ازاي، اللي معاه في البيت بياكلوا ازاي، جده جدته. الفكره ان هو بيقلدكم. اوكي يبتدي امتى عضلات ايديه تقدر تمسك الشوكه والسكينه مظبوط؟ من سن 6 سنين. يبتدي يعني بقى ابتدي معاه من سن 6 سنين، خلاص هو فاهم وعارف، وازاي نقعد مظبوط وازاي ما نقعدش نلعب. طب والله انا ابتديت بدري والموضوع جاب نتيجه على فكره. كويس. انا مش بقول ان هو ما بيجيبش نتيجه، ولكن انا بقول ان من سن 6 سنين يقدر ايديه وقعدته المظبوطه يطول مظبوط، فهماني؟ لكن في العادي اوكي من سن سنه انت بتعلميه ازاي يمسك الشوكه، ازاي يحط المعلقه مظبوط في بقه، ازاي يمسك الكوبايه بتاعته. صحيح. ولكن في حاجات بقى اكبر من كده فيما بعد. فمن سن 6 سنين احنا بنتكلم وبنقلد وبنمثل وبنجرب وبنحكي وبنجيب الحاجات ونجرب في البيت احنا بنعمل ازاي، عشان ياخد كلمه تقدير ويعرف ان هو شاطر ويبتدي ينفذ ده بطريقه بشكل سلس كده، بدون ما يوقع الشوكه تحت ويشاور بالسكينه ويعمل الحركات اللي هي مش لطيفه خالص. صحيح. طب احنا بقى العزومات دي من اكتر المواقف المحرجه لينا لما بيكون معانا اولاد. ايوه قولي لي بقى اتيكيت التعامل مع الولاد في العزومات بالتحديد. انت العازمه ولا انت معزومه؟ في الاثنين. قاتل ولا مقتول؟ في الاثنين. جديه ميت وجديه ميت. طيب لو انت لو انت العازمه انت اللي هتحددي الميعاد وهتقولي للناس اتفضلوا من قبلها مثلا مش اقل من 5 ايام. والمفروض لو انا المعزومه بتصل بيكي وباكد لك قبلها ان انا فعلا جايه، ولو انا مش جايه وفي ظروف معينه تمنعني بفهمك وبعرفك. اوكي. عشان ما تعمليش حسابي. المفروض ان انت عارفه ان انا عندي اولاد وعارفه عمرهم قد ايه، العزومه عندك. هتجهزي لي البيت وهتوضبي البيت وهتخليه مفتوح ومتهوي. شيلي بقى وشيلي كريستلز وشيلي الحاجات دي. طبعا لازم ترفعي الحاجات دي عشان
انت تقدري تسيطري على اولادك، لكن انت ما تعرفيش انا اولادي ايه، وانا ممكن اسيطر معايا عليهم لوقت معين، لكن لو نفترض ان الحاجه دي ليها ذكرى معينه عندك. يعني فعلا سياسه اني اشيل الحاجه، اصل انا دايما بحس انها حاجه غريبه قوي، هقعد بقى اشيل. ارفعيهم، حطيهم في مكان اعلى، الاولاد ما يوصلوش. اوكي. حب الاستكشاف والفضول عند الاولاد في سن معين صعب قوي ان انت توقفيه، هيفضل يعمل على نفسه كنترول شويه بس ممكن يفلت. لا مش ممكن. فمين في الاخر الخسران؟ انت الخسران. صحيح صحيح. وهتفهمي اولادك ان هي دي الالعاب اللي هيتلعبوا بيها مع اصحابكم واللي جايين يزورونا، مثلا طنط نادين جايه ومعاها اولادها فهيلعبوا بكذا، وده المكان وهتجهزي لهم مكان. صحيح. اوكي. طيب على حسب بقى الشريحه العمريه، فانت بتجهزي المسليات والملهيات والحاجات اللطيفه. يعني نحاول نفصلهم شويه عشان نعرف نقعد احنا مع بعض ونتكلم، سلامتهم وسلامه البيت عشان ما تبقاش عزومه نكد، يعني ما نقعدش بقى نتخانق مع الولاد وده كسر وده ضرب فلان وكلنا محرجين والكلام ده كله. عايزين نخصص لهم مكان. خصص لهم مكان. ولو غدا ولو غدا او عشاء انا برضو بخصص لهم ترابيزه، وفيه الاكل اللي مش شرط يبقى زي بتاعنا احنا ككبار. لو نفترض انت عزماني على اكله معينه او على حاجه معينه، هندردش مع بعض نضحك عشان يبقى الموضوع الزياره جابت النتيجه المطلوبه كده ونبقى طبيعيين. اوكي. يعني فالولاد ساعات ممكن يشدونا، فانا بفضل ان هم لو ينفع ياكلوا قبلينا ولو ينفع ياكلوا حاجات سهله التناول. اوكي. ما يبهدلوش الدنيا او ما تبقاش فيها صعب او فيها تقطيع. فراخ بانيه على طول يعني مثلا، على طول. وممكن افكار ثانيه سموسه. مفيش افكار، هو فراخ هو كده هو ده النظام. أوكي. انا بقى كمعزومه المفروض قبل ما نيجي بيوم او يومين هنقول ان احنا رايحين وهنزور وهيبقى عندها اولاد لطاف وهنقضي وقت لطيف وهاخدهم معايا وهشركهم وانا بشتري الهديه، ويعرفوا ان هو ده الاصول، واتصل بيكي قبل ما اوصل واوصل في الميعاد اللي انت محددهولي، مش قبليه عشان ما اربكش اهل البيت، ومش بعديه ولا بعديه عشان ما خليكيش انت واللي معاكي تنتظروني. صحيح. هتفتحي الباب وهتستقبليني بنفسك، مش حد بيساعدك ولا الولاد. ليه؟ احنا ولادنا بيتعلموا كل اللي هما بيشوفوه ده. بتوجهيني للمكان اللي انا قاعده فيه، انا بفهم ان احنا هنروح وهيحصل كذا، مش هنفتح ادراج، عيب ان احنا نلعب نتعلق في السرير او نفتح نمسك الريموت بتاع اي جهاز او نفتح بلكونه او حاجات ماساويه، مش في حاجات غريبه. طب انا انت قاعده دلوقتي في العزومه اهو. وصلت خلاص وقعدت ورده مفتحه كده وتمام ومش مشدوده، وفجاه لقيتي بنت صاحبتي جايه بتصرخ مخبوطه مضروبه، الحقي ابنك ضربها وخبطها وحاجات لذيذه من الحاجات اللطيفه دي. الموقف هنا ايه بسرعه عشان تبقى المواضيع شيك وراقيه ولذيذه، ونعمل ايه؟ وبلاش لو عزومه قولي صاحبتك هتتعاملي معاها بالراحه، لو انت قاعده بره في كيدز ايريا حته فيها الاولاد بيلعبوا وحد ما تعرفوش، ولقيتي مامه حد جايه بتزعق مثلا عشان ابنك عمل حاجه غريبة، وده وارد، ده بيحصل وارد في كل حتة. ايه الموقف، التصرف ايه هنا؟ كل ام بتبقى عارفة ابنها ايه، شقي هادي اجتماعي بيتكلم ما بيتكلمش، ممكن يعمل ردود افعال اللي حواليه جامده، بيعض اللي حواليه، بيقرصهم، بيوقعهم، بيعمل او يتعمل فيه. فانا ما ينفعش عشان انا رايحه في مكان وابني قاعد بيلعب مثلا انا بقى مغيبه. طبعا لا. انا ببقى تقريبا نص عيد هنا وده تاني، يعني بس اذا حصل الموقف ده الهدوء والدبلوماسيه وان انا اخده انت ليه عملت كده، وافهم وما احرجوش قدام حد. انا مش عايزه اتكت مع الطفل، مع السيده، مع الام. احاول ان انا اهديها وامتص غضبها شويه، هما في الاخر ولاد وهيلعبوا مع بعض، لو ما حصلش ده في الكافيه هيحصل في المول، لو ما حصلش هيحصل في الحضانه او في المدرسه. طب نفترض الست كانت اجريسيف قوي معاكي، انا بس يعني عشان نفيد الامهات اللي بيسمعوا، كانت اجريسيف قوي معاكي وابنك خبط بنتي وعمل كذا كذا وعماله تزعق، انسي الاكشن بتاعك. طب هو المفروض هي عايزه عشان تفهميها انه في ايه؟ لا لا لا، انا اسفه، اكيد حصل غلط، ابني مش متعود على كده، طب انا اسفه، طب سامحيني خلاص. طب ولو هي مش خلاص؟ لا مش خلاص بقى، ده انا عايزه اتخانق. مش انا خبيره اتيكيت اتخانق. هو المفروض ان الاتيكيت بيقول ان احنا نتصرف بدبلوماسيه في كل الامور بهدوء، واتعامل زي ما انا بحب اتعامل. الا اذا بقى انا لقيتها تعدت الحدود والكلام ده، فانا بشوف ايه اللي ليا واللي عليا، واشوف مين اللي غلط وازاي ان انا اعالج الموقف. بس العصبيه والنرفزه والشد ده ممكن يوصلنا لحته تانية خالص، نبقى احنا مثلا ناويين نخرج نقضي اليوم بالشكل ده فهيودينا في مكان تاني خالص. انا مش مع ده، انا مع الام المصحصحه. انا قاعده مع اصحابي بس اخده بالي من ابني. طبعًا. عيني عليه من وقت للتاني، بروح المصايب وبدي ارشادات وبوجه وبشوفه، لو ابني وقع عليه الظلم انا بجيب له حقه بس بالعقل.
مش اللي يضربك يضربه، لو اللي يضربك يضربه احنا مش هنخلص من الموضوع ده. انا بقول لك ليه على الموقف ده، لان حصل بيحصل. موقف قدامي الحمد لله ما حصلش معايا، لان انا مش عارفه تصرفي كان هيبقى ايه لو حد بالعصبيه الشرسه دي. بس انا فعلا كنت عايزه اقوم لمامه الولد اللي هو ضارب البنت اقف جنبها، لان الست كانت اجريسيف قوي معاها، اللي هو عايزه اقول لها دول اطفال انت بتزعقي في الست ليه كده. فالست فعلا ما كانتش عارفه تعمل ايه، يعني ما خدتش اكشن لا كده ولا كده. عشان كده بقول لك المفروض تعمل ايه لما يكون حد اجريسيف قوي معاكي كده. برضه لازم نراعي المكان، احنا الهدف من الخروجه ايه؟ ان احنا نستمتع ونتبسط. ما ينفعش موقف زي ده وممكن يحصل في العادي اصلا ان هو يبوظ لنا الخروجه. وبعدين معلش هم اولاد ولازم يتعلموا، احنا بنعلمهم ازاي يبقوا متعاونين وبنعلمهم ازاي يتصرفوا في المواقف دي. مش معقول احنا ككبار مش هنتصرف. انا هحاول امتص غضبها لو هي صعبه قوي فلتة منها، واكيد المدخلات اللي عليها اقوى ومش الموضوع بتاعي خالص هو اللي واصل لده، فبقول لها خلاص اوكي انا اسفه والموضوع انتهى. هي عايزه تصعد الموضوع على حسب بقى الاتجاه والمكان والتوقيت ومودي انا وقتها معاها. انا انت وظروفي بقى عديني في اي بس الادب والشياكه والاصول احسن افضل. احب انا الاتيكيت والشياكه الرقيه. طب انا عايزاكي توجهي كلمه لكل السيدات اللي بيسمعونا وتقولي لهم في جمله مبسطه جدا جدا، ازاي ابقى ست راقيه وشيك؟ ازاي ابقى ده سؤال خلي بالك مهم جدا. برافو عليكي، احييكي على السؤال. اخد بالي من التوقيت، مهم قوي التوقيت المناسب، اختيار الوقت المناسب. سواء بقى في الشغل سواء في البيت، يعني ادي لكل حاجه حقها. الشغل ادي له حقه، اصحابي ادي لهم حقهم، في البيت نفس الحكايه. وما ينفعش يبقى جوزي جاي من بره وافضل اقول له على مشاكل. احافظ على تون صوتي، احاول ابقى هاديه، امتص الغضب، احس ان انا ست. لازم الست دي هي عبارة صفاتها بتكون الحنان، بتكون العطاء، بتكون الهدوء، تمتص غضب اللي حواليها وبتلاقي وقت لنفسها. عشان انا ابقى ست راقيه واقدر ان انا اعمل على تثقيف نفسي، واقدر ان انا ابقى نص المجتمع اللي بيعلم ولادي، واقدر بعد ابدع لهم في المطبخ او في الحياه او انا لازم اعمل شحن للطاقه ليا. ازاي؟ ان انا يبقى لي وقت ليا. يعني بدي للبيت حقه، لشغلي حقه، للولاد حقهم، لكل حاجه، لشريك حياتي، لوالدي ووالدتي، لكل حد بديله حقه. ولكن انا لازم يبقى ليا مساحه ولو كام ساعه في الاسبوع اعمل حاجه مفضله ليا، اهتم بشعري، اهتم بجسمي، اهتم بثقافتي، اسمع مزيكا، اشرب حاجه بعيد عن الولاد. انا ده هيفرق جدا معايا طبعا. ولما هيفرق معايا اقرا، يعني اتفرج على فيلم، اضيف لنفسي حاجه، اعمل حاجه خاصه بيا انا. اعتقد ان دي مش مكلفه ومش هاجي على حساب حد وهيبقى ضميري مستريح، بس هتفرق انا معايا شخصيا. بس هبتدي بقى انا في تعاملاتي ابقى افضل. هيرجعوا من بره يلاقوني مغيره اتجاه البيت، فده لمسه انثويه. بتعامل مع الجيران بطريقه راقيه، بتعامل مع اللي حواليا بهدوء، بحاول ان انا يعني تفاصيل الليدي. الليدي دايما بتلاقيها كده. وخدي بالك من كل تصرفاتك وردود افعالك، لانك وارد انك تكوني قدوه لحد انت مش شايفاه. صحيح. بس هو شايفك، ولو بنوته صغيره انت مش متابعاها، انت مش شايفاها، بس هي متابعاكي. فاي رد فعل حتى لو رميتي حاجه او هزرتي او البادي لانجوج بتاعك ما كان، فانت بيتاخد ده عليكي. صحيح. حتى لو ما كانش من ولادك، ممكن تبقى بنت اختك، ممكن تبقى بنت صاحبتك، ممكن تبقى بنت حارس العماره، وغيره وغيره. هناك دائما عين تراك ولا تراها. نادين جاد خبيرة الاتيكيت، صباح الشياكة والجمال، نورتينا النهاردة. صباح الورد. صباح الفل عليك. سادة مشاهدين، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. استنونا أول أسبوع في حلقة جديدة من صباح الورد. صباح الفل والياسمين عليكم.